شكل عدد من النواب المستقلين في البرلمان الذين طرحوا الأسبوع الفائت مبادرة الخروج من الانسداد السياسي فريقا تفاوضيا استعدادا لبدء حواراتهم مع طرفي الأزمة، تحالف إنقاذ وطن الذي يضم التيار الصدري وحلفائه والإطار التنسيقي. وقال النائب عن كتلة المستقلين حسين عرب إن مبادرتهم حقيقية لحل أزمة الانسداد السياسي، مبينا أن مبادرة المستقلين وضعت لطرد الطرفين ولا تهدف لتشكيل حكومة أغلبية سياسية ولا حكومة توافقية، وإنما لتشكيل حكومة أغلبية وطنية شاملة، ومن يرغب بالاشتراك فيها فليفعل، ومن يرغب بالذهاب إلى المعارضة فله ذلك. وأضاف أن الفريق التفاوضي من المستقلين سيتفاوض مع الإطار والتيار على أسس وطنية لتذليل الانسداد وفق معايير أساسية لإيجاد حل للأزمة السياسية.